تعالوا بقى نعرف خلفية الموضوع ده، جانب من كواليس هذا الأمر. احنا معانا على التليفون الناقد الرياضي السعودي الأستاذ عاطف الأحمدي. أستاذ عاطف، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير أستاذ كريم، وصباح الخير لكل المتابعين، وأنا سعيد جدا بالتواجد معك. ده شرف لينا يا فندم، والحقيقه احنا كلنا في مصر كمان سعداء، واتكلمنا عن هذا الامر على مدار الاسابيع مش مجرد الايام القليله الماضيه. فكره ان انتوا عندكم في المملكه مشروع دوله حقيقي وابتدى يؤتي ثماره بالفعل، مش لسه بصدد يعني اتيان ثماره. فكره وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، فكره وجود او انضمام كريم بنزيما للدوري السعودي، كان في كلام داير الكام يوم اللي فاتوا على ان في كمان مجموعه جديده من الصفقات قد تصل الى 10 صفقات قويه جدا مع نجوم العالم في كره القدم لينضموا هم كمان للدوري السعودي. فخالص تهانينا، ده فكر ذكي جدا وعبقري جدا، واكيد انتوا لمستوا ليه انعكاسات طيبه. بالتاكيد استاذ كريم، اليوم تتكلم على خطوات متسارعه في على مستوى تطوير الرياضه السعوديه بشكل عام، ممكن كره القدم بشكل خاص. اليوم عندما يكون عندك قائد ملهم بقيمه الامير محمد بن سلمان، ووزير شغوف بقيمه الامير عبد العزيز بن تركي، بالتاكيد احنا نلمس هذه التحولات السريعه في عمليه تطوير الرياضه السعوديه وكره القدم تحديدا. بالتاكيد هذه التطورات او هذه التحركات لها انعكاسات على كره القدم السعوديه، سواء على مستوى التنافسيه داخل الملعب كدوري محلي، سيكون له منتج قوي جدا طبعا، اللي هو المنتخب السعودي. يمكن انا كنت معاكم في مداخله بعد مباراه السعوديه والارجنتين في كاس العالم، والكلام الكبير اللي شفناه او رده الفعل العالميه بعد فوز المنتخب السعودي على الارجنتين في افتتاح مباريات المنتخب في كاس العالم. الجميع بدا يتحدث بشكل حقيقي عن الكره السعوديه طبعا في ذاك الوقت. يمكن بدأ الكلام يزيد وبدأت الأنظار تتوجه بشكل أكبر عند انضمام العالمي كريستيانو رونالدو لنادي النصر. شفنا كيف كمية التوجه الإعلامي والحرص على مشاهدة الدوري السعودي من كثير من القنوات، حتى وصلنا يمكن ل 150 قناة بتنقل في مباراة النصر بسبب تواجد لاعب بقيمة اللاعب كريستيانو رونالدو. بالتاكيد هذه لها انعكاسات جدا مهمه على مستوى التسويق، على مستوى تواجد دوري بقيمه الدوري السعودي على مستوى افضل 10 دوريات على مستوى العالم. وهذا توجه حقيقي يتماشى مع رؤيه 2030 التي تسمح له الدوله حفظها الله بتحويل الرياضه من مساله هوايه الى مساله تنميه مستدامه من خلال مبادرات كثير على مستوى كل الرياضيات، على مستوى كل رياضات اخويا الكريم. والله فندم يعني لو اكتملت عمليات جلب المزيد من نجوم كره القدم العالميين للدوري السعودي كده، هيبقى من اقوى 5 دوريات كمان، مش بس 10 دوريات. وكان في كلام اتقال على لسان كريستيانو رونالدو شخصيا، بس انا عن نفسي يعني عرفته من خلال السوشيال ميديا، فمش قادر يعني اكون واثق قوي في مصداقيه الكلام، بس يقال ان هو قال انه ابتداء من الموسم القادم بعد جلب المزيد من النجوم العالميين سيكون الدوري السعودي فعلا من اقوى 5 دوريات على مستوى العالم. اللي تابع الدوري السعودي خصوصا مباريات النصر وشفنا كميه التحديات اللي موجوده داخل ارض الملعب، تجبر اي لاعب موجود ومشارك في هذه المناسبه ان ينقل هذا التصور الحقيقي عن الكره السعوديه. يمكن لاحظنا اول تصريح بعد انضمام كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي في اول ايام فيفا بعد انضمامه للنصر، شفنا كيف كان يصرح على الدوري السعودي، على القوه التنافسيه اللي موجوده في الدوري السعودي. شفنا رده الفعل اللي موجوده عند اللاعب اثناء كثير من المباريات، وخصوصا المباريات اللي لم يستطيع الانتصار فيها. هذا امر طبيعي، وهذا يمكن هدف من الاهداف المطروحه. في نقطة مهمة أخويا كريم، يمكن الجميع حتما سيشاهدها خلال الفترة القليلة المقبلة مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية. يمكن بعد عملية الخصخصة اللي جرت خلال الأيام الماضية بتحويل 4 أندية، الأندية الجماهيرية أتكلم على مستوى الكرة السعودية، تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة كمالك لهذه الأندية، اليوم تنعي بإذن الله قوة
قوة التنافسية على مستوى التعاقدات. في السابق ما كانت في قوة في عملية التنافسية على مستوى التعاقدات اللي تجعلك تتنافس مع الأندية الكبرى على مستوى العالم، سواء الأندية الأوروبية في المقام الأول أو أي نوع من الأندية الأخرى في عملية التعاقدات وجلب اللاعبين. اليوم حتى اللاعبين لما يقدم له عرض من فريق سعودي، يمكن في السابق كانت أول جملة هي عملية أو جملة الرفض، لكن اليوم لا، اليوم اللاعب سيفكر، حيعرف أنه رايح لدوري قوي، تنافسية قوية على مستوى التسويق والإعلانات بشكل كبير، على مستوى المشاهدات، وهذا ما يطمح له كثير من اللاعبين موجود فعليا. اليوم نتكلم على جودة حياة بالنسبة لنا كسعوديين أو حتى المقيمين على أرض هذا البلد العظيم، أو حتى اللي قريبين من هذا البلد، في عملية الحضور ومشاهدة ما يستطيع أحد مشاهدته. يعني كان لما كنا نتابع اللاعبين العالميين لابد نروح نتابعهم في الدوريات الأوروبية، يعني اليوم هم موجودين إحنيا عندنا كصفقات مبدئية، تتكلم على كريستيانو رونالدو وبنزيما وما سيأتي خلال الأيام المقبلة. هو الحقيقة الفترة الأخيرة المملكة العربية السعودية، ودي حاجة أسعدتنا كلنا كمصريين، بتشهد طفرة ملحوظة على كل الأصعدة وعلى كل المستويات، ومش بس على الصعيد الرياضي. قبل ما أروح مع حضرتك للحديث حول بنزيما، أنا بس عايز أعرف من حضرتك ما مصير صفقة تعاقد الهلال السعودي مع ميسي. الأسبوعين اللي فاتوا كنت لسه بقول كده من شوية، أن الأسبوعين اللي فاتوا كان في كلام كتير طبعا تزامن مع رحيل ميسي عن PSG، وكان في ناس بتتكلم عن إمكانية يعني ذهابه إلى الدوري الأمريكي أو عودته لبرشلونة أو أنه يروح للدوري السعودي. إيه يعني الأمور وصلت إيه في هذا الإطار؟ هو بشكل يمكن كل الأخبار تؤكد اقتراب ميسي بنادي الهلال، على الرغم من دخول أندية كبيرة في عملية المفاوضات، وهذا أمر جيد. اليوم لما تتكلم على مفاوضات، برشلونة يبغى ميسي، نادي الهلال يحتاج ميسي، هنا التنافسية، هنا الأمر المحبذ اللي احنا دائما نتكلم عنه. احنا فرضنا أنديتنا فرضت نفسها على مستوى السوق العالم، هذا أمر جيد. اليوم لو كسب الهلال هذه الصفقة بالتأكيد الخاسر برشلونة، يوم تتكلم على خيار أمام لاعب برشلونة، يمكن النادي اللي ترعرع فيه ميسي ويمكن شاهد كثير من إنجازاته، ونادي جديد في منافسة مختلفة. في حال كسب هذه الصفقة بالتأكيد المعايير ستتغير كثيرا أخويا كريم. جميل. طيب فيما يتعلق ببنزيما، يعني كواليس الصفقة دي كانت عاملة إزاي؟ والله شوف، يمكن هذه الصفقة يمكن من شهر تقريبا احنا نسمع أخبارها من قبل نهاية المنافسة، يمكن من حسن الحظ في المفاوض الاتحادي، يعني من حسن الحظ المفاوض الاتحادي انه الاتحاد حقق الدوري، هذا بالتاكيد له انعكاسات مختلفة على مسيرة الصفقة. بنزيما يمكن اكد انه هو جاي لنادي كبير، نادي جماهيري، نادي صاحب انجازات، عنده تحديات. الاتحاد اليوم امام تحدي جديد اللي هو المشاركة او تنظيم المملكة العربية السعودية، حتنظم بطولة أندية كأس العالم، حيشارك فيها الاتحاد بصفة بطل الدوري، هذا تحدي مختلف. يعني حتى يمكن أول مشاركات للاعب بقيمة اللاعب كريم بنزيما حتكون في بطولة مثل هذه البطولة، تحدي أمام الاتحاد إنه يقدم نفسه بشكل مميز بتواجد كريم بنزيما أو حتى اللاعبين اللي سيلتحقوا مستقبلا مع نادي الاتحاد أو أي أندية سعودية أخرى. بالتأكيد هذه التحديات جدا مميزة، جدا ترفع من قيمة الأندية السعودية، حتجعلها أكثر مشاهدة على مستوى العالم. كثير يمكن ما كان بيعرف الأندية السعودية بعمق. أنا أتكلم اليوم لا، الوضع حيكون مختلف. أتوقع توقع شخصي، ولا أبالغ في هذا الأمر، إنه خلال السنتين القادمة مثل ما جميع الرياضيين على مستوى العالم بيعرفوا ريال مدريد وبرشلونة، حيعرفوا الأندية السعودية طبعا، وده شيء في حد ذاته يستدعي ان احنا نعيد التهاني مره تانية على حضرتك وعلى المملكه العربيه السعوديه وعلى كل اهالينا واشقائنا في المملكه على هذا التطوير الملحوظ، بل والطفره الكبيره اللي حصلت مؤخرا الحقيقه. وبنتمنى لكم ان شاء الله المزيد من النجاحات. انا بشكر حضرتك شكر جزيل. كان معانا الاستاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي، شكرا جزيلا لحضرتك.